بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا السد دبس في محافظة كركوك يقوم بتمرير الموجات الفيضانية ومياه السيول القادمة من مؤخر سد دوكان وبتصاريف تصل إلى 1250 متر مكعب بالثانية، علما أن هذه التصاريف تتكون من إطلاقات سد دوكان بعد أن امتلأ خزان سد دوكان، والسيول القادمة إلينا نتيجة مياه الأمطار من الوديان القريبة من خزان سد دبس، علما أن جميع منشآت السد تعمل بشكل جيد جدا والسد آمن. والآن السد يمرر حاليا 1200 متر مكعب بالثانية، ومصمم السد على إمكانية تمرير أكثر من 4000 متر مكعب ثانية، والوضع تحت السيطرة ولا يشكل أي قلق أو خطورة للقرى الموجودة في مؤخر السد، وكذلك الناحية الموجودة الأرطون كوبري في مقدم السد. لن نقبل بصعود المياه في ناحية الأرطون كوبري، فنقوم بتمرير الموجات حتى إذا إجا أكبر من 1250 متر مكعب ثانية.